أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أفضل الطبعات لمنظومة ابن عبد القوي لمقتنيها؟ ما هي أفضل الطبعات لمنظومة ابن عبد القوي لنقتنيها؟ والله ما رأينا طبعة صحيحة إلا هذه الطبعة، وهي ما هي كما ترون، ما هي بجيدة. التي شرح عليها السفاريني الظاهر أنها المختصر، ما هو على الأصل، على المختصر. نعم، ولذلك يختلف المتن الذي في السفاريني يختلف كثيرا عن هذا المتن المطبوع، وفيه أشياء كثيرة ليست في المتن المشروح. نعم، فلا فيه ما فيه متن موجود الآن صحيح إلا بعد البحث والتحري، ربما يعثر على شيء. نعم.